نحب نلاحظ أنه القرار اللي اتخذ قبل قليل من قبل المجلس الأعلى المجلس القضاء العدلي واللي موقعته رئيس المجلس القاضية المحترمة السيدة مليكة فهمتي المزاري هو فضيحة وهو وصمة عار في جبين كل من اتخذه. نحب نعاود نذكر توانسة بواقعة شهيرة اللي يعرفوها أو سمعوا بها اللي هي واقعة النقيب ألفرد دريفوس واللي هي وقعت خلال الجمهورية الثالثة الفرنساوية واللي خلالها تم اتهام نقيب في الجيش الفرنساوي اللي هو النقيب ألفرد دريفوس اللي هو يهودي الجنسية بالتخابر مع الإمبراطورية مع العدو اللي هو الإمبراطورية الألمانية. وكانت القيادة الفرنساوية وقتها تحب توجه رسالة قوية للجيش نتاعها والضباطه انه فن يردوا بالكم راه اي واحد يفكر انه ينساق وراء اغراءات من طرف الامبراطوريه نتاع المانيا ولا في يتعامل معها ولا في كذا راه سيلحقه عقاب شديد. ودريفوس كان يمثل حلقه فهمتني ضعيفه وفي نفس الوقت القرار معه هو ينجم يلقى فهمتني تجاوب باعتبار ديانته اليهوديه الموجه اللي كانت سائده وقتها هي موجه تاع معاداه ساميه ومعاداه يهود. فتحكم عليه في 1894 بالإبعاد المؤبد اللي هي العقوبة اللي تجي مباشرة تحت عقوبة الإعدام وعشر سنوات سجن. نذكر أنه في 13 جانفي في 1898 إيميل زولا وجه رسالة فني مفتوحة في صحيفة لورور إلى رئيس الجمهورية عنوانها جاكيوس أتهم وأنا من هذا المنبر أتهم لكن لن أتوجه برسالتي لرئيس الجمهورية لسبب بسيط ياسر لأنه رئيس الجمهورية في إطار المنافسة السياسية فنتي ما بينه وما بين حركة النهضة هو صاحب مصلحة في أنه يقع اتهام بشير العكرمي اللي هم يحبوا يلصقوا له أنه هو الذراع القضائي لحركة النهضة وإنما باش نتوجه للرأي العام باش نتوجه فنتي للتواسع لأنه اللي صاير مع بشير العكرمي فهمتي اليوم هو تقريبا اللي صار في أواخر القرن 19 مع الكابيتان ألفريد دريفوس واللي بفضل ناس كيما أميل زولا وأنا يشرفني فهمتي اليوم اللي خونوهم وسبوهم وكذا يشرفني أني باش نكون في موقع فهمتي أميل فهمتي زولا مع الفارق في المقامات وفي الـ في الـ في الـ في, الـ في القيمة فهمتي الاعتبارية باش ندافع على هالقاضي المظلوم هذا القاضي بشير العكرمي. اليوم بشير العكرمي تقالبت عليه قوتان. ثم قوة سياسية اللي هي الهدف نتاعها تحب تضرب حركة النهضة. الهدف نتاعها تحب تضرب حركة النهضة وكل الوسائل بالنسبة لها فهمتي مشروعة. وبشير العكرمي بالنسبة له هو فني وسيلة فهمتي مشروعة لأنه فني من خلال هو باش يثبتوا انه النهضه فهمتي راهو عندها جناح ذراع فهمتي قضائي والذراع القضائي ذراعه قاعد يهرب في الارهابيين. شكون هم الارهابيين؟ الارهابيين اللي هم قاعدين يهدوا باسقاط الحكم نتاع النهضه اللي قاعد تحكم فيه. يعني النهضه اللي قاعده تحكم اليوم وعندها فهمتي في السلطه قاعده تشجع في الارهابيين اللي هم يحبوا يسقطوا لها الحكم نتاعها عن طريق شكون؟ عن طريق القاضي فهمتي بشير العكرمي. وفي الناس هذوما ثم زوز فئات. ثم الفئه اللي هي تورطت في اتهام بشير العكرمي وهي في اسماء فهمتي في معروفه واليوم باش يكون من المعيب بالنسبه لها هي انه يظهر انه كلك الشحن والاتهامات اللي عملتها في قبل ما هي صحيحه. لكن ثم فئه اخرى نتاع قاتلك ومترصدك والاكحل يولي ابيض والابيض يولي اكحل لكن المهم لازم نعمل لك ادانه مهما كانت الطريقه نتاع الادانه ذي. لكن ثم فئه اخرى وهي الاخطر. ثم فئه اخرى وهي الاخطر. وهي في تقديري التي تحكمت في القرار هذا بتاع مجلس القضاء فهمتي العدلي هي فئه التورط في الفساد وحمايه الشبكه في بتاع الفساد. نحب نذكر التوانسه بحاجه وقتاش تجبد بشير العكرمي؟ تعرف القضايا هذه عندها 7 سنين راهو اليوم جبدوها له في الواحد عندها 7 سنين. يعني حتى اذا كان ثم مساله جزائيه وغيره حتى بالتقادم في حاجات اللي طاحت جبدوها له مني بعد 10 سنين بعد 7 سنين عفوا جبدوها بعد 7 سنين القضايا فهمتي هذه. وقت اللي جبدوها له وقت اللي هو كيتحلوا الملف بتاع التجاوزات اللي عملها الطيب راشد فك المهربين اللي ضيع بهم على الدوله التونسيه 2000 مليار وسيبوهم فهمتني معناها النقض دون احاله باش ما عادش يمشوا غادي. وشوف الناس الشكلات اللي في جرتهم من هالشبكه هذه والاخطبوط هذايا
المتشعب وقتها تجبد البشير العكرمي. البشير العكرمي اللي نحيي فيه انه لحد اللحظه هذه رغم كل التشويه اللي تعرض له، اتهموه في شرفه، اتهموه في سمعته، اتهموه فهمتني في المهنيه نتاعو، اتهموه في كذا، ثم فهمتني ما حلوش. اجاب على كل التهم وانا عندي الاجابات، نتكلم بالوثائق مش نتكلم في الادعاءات ولا غيره. حكايتك 6200 ذاك ارهابي في ديك الحكايه ذيك بخصوص التفقد الحاصل بقطب القضائي لمكافحه الارهاب. اجاب على ما نسب له كقاضي تحقيق اول بمكتب 13 بخصوص السياره فيات سيانا الحامله للرقم المنجمي 8865 تونس 126، هذوما نقاط السيد طلعوا في جدو. واللي حتى واحد منهم اليوم يحكي شنو هو جوابه على المساله ذي. حتى واحد منهم ما يحكي. اجاب على الحاسوب التابع لحمد الدرويسي. اجاب على عدم سماع المدعو عامر البلعزي في علاقته بالمسدسين تاع اغتيال الشهيد شكري بالعيد. اجاب على ما اتهم به من ممارسه الضغط على قاضي التحقيق 12 قصد التخلي عن القضيه المنشوره بمكتبه اللي فات قاضي التحقيق مكتب 31، لكن العمليه الوقت شرع بيرقيم لو تتذكروا اللي وقعت في مكافحه الارهاب الفوقي في القرجاني. اجاب بخصوص القضيه نتاع المنيهله. اجاب بخصوص قضيه التامر على امن الدوله. هذا كله ما يحكي عليه فهمتني حتى حد. حتى حد ما يحكي احنا ان شاء الله نعملوا حصه خاصه على على حتى حد زي. حتى حد ما يحكي على حوالي ال 15,000 قضية أثيرت وأثارها في المعدة نتاع إرهاب. هو شكون هو؟ ثلاثة قضاة، قطب قضائي فيه هو اللي عنده قضايا تونس كلها ومشاكل تونس كلها كوكيل جمهورية، وعنده فوق منها القضايا نتاع الإرهاب في الجمهورية التونسية كلها. حد حكى عليها؟ قرابة 9,000 موقوف في قضايا إرهابية، حد ما حكى عليهم؟ اليوم اللي صاير هو فهمتني فضيحة. أنا فيني شخصياً نعلن اليوم بعد ما خذوها القرار في هذا تضامني الكامل مع القاضي بشير العكرمي. واذا كان النقيب الفريد دريفوس ثبتت البراءه نتاعو بعد 12 سنه واعيد له اعتباره، انا متاكد انه بفضل اراده الاحرار في تونس بشير العكرمي لن يفقد اعتباره. وما نجمش نبقوا في معناها نذلوه ونظلموه 12 سنه باش من بعد نرجعوا له الاعتبار فهمتي نتاعو. والاخطبوط نتاع الفساد هذايا يلزم فضحه ويلزم تعريته لانه فيه مصلحه قوميه لتونس كلها. نعم.